هذا الإصلاح مزيان، وأول مرة كنشوف هذا الإصلاح بهذه الصفة يعني تقنية ومزيانة، لأن هذه سنين وحنا ساكنين هنايا عمرنا ما شفنا هذا الإصلاح بهذا الشكل هذا، وهذا الشيء مزيان ومصلحة للجميع مزيانة، زعما ما عندي ما نقول. اللي عمل هذا المخطط يعني شاف من المصلحة ديال الجميع والمصلحة العامة، حقا معتبر إصلاح نمر واحد. مزيان لان حق السيارات اللي كتشوفهم العدد ما كيصبوش فين يوقفوا، والباركينغ مخير مزيان لانه يكون الناس كلهم. راه كاين شحال دابا الاكثريه دابا السكن تيتزادوا عام على عام، والسيارات كيتزادوا عام على عام من طبيعه الحال، وهذه مبادره طيبه ديال هذا الباركينغ. كاين شي كيقول لك الصداع، شي كيقول لك بزاف ديال هذا، ولكن من الاحسن مزيان من بعد كيولي كلشي مزيان صراحه. الشكل ديال المشروع غيولي بحال داك الشكل ديال حي الرياض، ما حاج الرياض داك الشيء حي الرياض، والغلاء ديال 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 سميتو ديال السكنه غيولي الملك العمومي، وداك الشيء غيكون يطلع وما يبقاش داك الشيء عشوائي وداك المسائل. الباركينغ جيت ساحل سويسرا مزيانه، هذيك حتى هي مزيانه، كينقص شويه من السيركيلاسيون، من داك الشكل ديال السيارات وداك المسائل.